الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، معلوم إن الصوفية أفسدوا الدين في جميع أبوابه، في باب العقيدة وباب العبادات ابتدعوا بدعا عظيمة، وكذلك في باب الأذكار وغيرها. فالليلة هنتناول في الدقائق دي ذكر أو أذكار وأوراد الطريقة السمانية، مشيخة الطريقة السمانية بطابة، ده اسمه راتب السعادة، الكتاب ده راتب السعادة، وبرضو معاه كتاب حزب الأمان قال من سطوات الزمان لسيدي الشيخ أحمد الطيب ابن البشير. وأحمد الطيب ابن البشير ده البرعي بيقول ده شيخي ذاته، ده السادات السمانية، ده الذكر قال البسكورو بيه والله، وبيعملوا به المدايح، لأنه لما نتكلم في المدايح نقول دي بدعة، بالطريقة اللي بيسووها دي بدعة، يقول لك لا ده ذكر الله، وانتوا الوهابية بتنكروا ذكر الله. أول حاجة إحنا ما وهابية، وتاني حاجة ما بننكر ذكر الله، لكن بننكر ذكركم انتوا، لأنه ده ما عنده علاقة بدين الله ولا بدين النبي عليه الصلاة والسلام، بل اللي بيسموه الصوفية ذكر حقهم ما هو إلا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. والدليل ده دليل صغير جدا واضح، ده الأذكار بتاعت أي سمان بشيله في جيبه صباح ومساء وكده، بيقرأ الأذكار ده وفي أي وقت هما بيحددوا له. أنا بقرأ لك الأذكار دي، ما فيها ذكر لله ذات، بل هي شرك عديل. يقول يا رسول الله يا من أنت بر، هكذا مكتوب، يا رسول الله إنا كلنا نبتغي العرفان منكم والنظر، شرك بالله، من هنا شرك، يا رسول الله فارحمنا بما يهدنا نهج الهدى كنز الدرر، البهدي منه الله سبحانه وتعالى. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما مشى لعم أبو طالب ودعاه للإسلام وإلى لا إله إلا الله، وأبى يقول ومات هو أي أبو طالب على الشرك على ملة عبد المطلب، ربنا نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، للهداية من الله. وقد يقول قائل ربنا قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لا، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني هداية البيان، يبين للناس ويرشدهم، أما إنك لا تهدي من أحببت هداية القلوب ليست إلا لله. كذلك قال يا رسول الله فارحمنا بما يهدنا نهج الهدى كنز الدرر، فارحمنا، طلب الرحمة ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ميت كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وطلب الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإضافة إلى ذلك أنه هو ميت، ده شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ربنا هو البرحم. ربنا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو الله سبحانه وتعالى، فده باطل. أما قوله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني في حياته بيرحمهم ويتصدق عليهم ويدعوهم إلى الهداية وإلى الإيمان وإلى التوحيد إلى غير ذلك، ويخشى عليهم برحمته عليه الصلاة والسلام عقاب الله عليهم. أما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو ميت، تسأل الرحمة والهداية وتدعوه من دون الله، ده الشرك ذاته، لأن ربنا قال دعاء غير الله شرك. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف ربنا سمى دعاء غير الله سموه شرك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فدي الأذكار اللي بيشتغلوا بها السمانية والصوفية كلهم،
كلهم أذكارهم فيها شرك. يا رسول الله ما لي غيركم أحد أرجوه فارحم لا تذر. يا رسول الله فهدي للحجى بسنة نلقى به كل الوتر. يا رسول الله فاحضرني لدى قبض روحي قبض روحي. المهم هو كاتب كده بالفتحة قبض روحي قبل تغميض البصر. يا رسول الله فادركني لدى قبض روحي قبل تغميض البصر. وده الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، لأن ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.